يا صباح الخير، يا صباح التجهيزات والاستعدادات للمغادرة. طبعا يا جماعة اليوم وانا ارتب اغراضي اكتشفت اني نسيت الجو برو في الفندق الثاني، تخيلوا. صباح الخير، صباح اليوم الثالث في هذا الفندق. اليوم لسه ما حنرجع دبي يا جماعة، راح نروح الالعاب المائية وعالم السي وورلد في ابو ظبي. اول شيء حنسويه اننا ايش؟ نفطر. صح، برافو عليكي. هاي صباح الخير. صباح الوجه مفقع. والله اميره قاعده تعاني هنا معايا، ليه ما راضي تاكل بنفسها؟ الين كلي بنفسك، خلصينا. حيصير عمرك 7 سنوات، استناني اكلها يا جماعه. والله ما تقدر تقعد فاضي تتفرج فينا اذا فمها ما في له اكل ويقعد كذا نعاني. يلا امضغ اللقمه. ما هذا اكل السكر. قال هذا سرنا، فضحنا سرها. خلاص الحين متابعين صاروا يعرفوا انك ما تاكل بسرعه لوحدك. لا خلاص هي حتاكل من دحين، صح؟ خلاص اليوم هي ولد ولد. يلا خلص صحنك وبعدين صور لهم كيف صحنك صار. هذا حقي صح؟ ايه خلاص اوكي. I'm driving, you're smiling, just really doing nothing, that's the thing I like about you. خلاص يا جماعة لمينا عفشنا، الحين جو عشان ياخذوه وبعد كده هنروح مكان مرة حلو. اوكي جو ياخذ العفش. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. يلا مشينا خلاص، ما نسيتوا شيء؟ ما نسينا شيء. نروح نجيب الجو برو لانهم حصلوها في الفندق الثاني. قلت لهم انك ضيعتها؟ قلت لهم يا جماعة جت لي جلطة دماغية. دماغية؟ دماغية. دماغية ودموية مع بعض. جلطة قلبية. انا نفس الكاميرا. لا ومشكلة نحتاج اليوم في التصوير جوة المسبح وكذا، يعني بدون جو برو ما حنقدر نصور. يلا خلاص ما نسينا شيء؟ لا ما نسينا شيء. يلا مشينا. انبسطتوا هنا اهم شيء؟ مرة. يلا بسم الله توكلنا على الله. خلاص خليكم والله كان على طول الحين نروح السيور. والله من جد الله يهديك لو ما نسيت الكاميرا. الله يهديك لو ما نسيت. انت نسايه نسايه. انا وين هذا الكاميرا عليك انت وعلي انا. الله يهديك. ليه كله بسببك يا لي مريم؟ انت بسببك كله. 20 minutes later. شكله لقاها. اشوف ما لقيتها. كنت دام تبتسم يعني موجوده. مبروك واخيرا رجعت الامانه. واو كيف قدرت تنساها يا عبد الرحمن؟ احد ينسى الكاميرا؟ ما ادري خلاص الواحد يكون مربوش وقتها كذا واغراض كثيره تنسى. والله بس الحمد لله لقيناها، المال الحلال ما يضيع. زي ما انتم شايفين احلى شيء ما لقيناها. ماي جاد ماي جاد. اوه ماي جاد. خلاص وين اجري؟ خلاص وصلنا. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a love friends, fill up the car to live best because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is here. طبعا في عرض بدا كالعاده متاخرين. متاخرين. ها يلا بسرعه ترى بدا له 5 دقائق عرض الدلافين. او ماي جاد وش لين حصلت حقيقيه. او ماي جاد قريبه لين الذكره حلوه. اول مره اقرب منه هذا القرب. شو يطل بي نص عين يقول ايش تبي؟ نعم خشمك يديك. والله لا خشمك كبير صراحه مره. لا حفلنا ده. لا 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 لا
بعدين تقول طعمه ملح خايس وربي تروشنا. لو راجل انزل لي هنا. انزل لي هنا اتفاهم معك انا اوري اهلك انا. والله الين انعدمت يا الله. طبعا اشترينا للين ملابس جديدة واميرة كمان انفضحنا تفشلنا. نشتري ملابس جديدة يا جماعة. والله تفشلت انا فستاني صار مبلل وصار يفشل وتمرين جالة من كل مكان يبغوا يتصوروا وانا تخيل مبللة واميرة بحوسة حالتها حالة تبغى تهرب من المكان وشعري مبلل وحالتي حالة يا جماعة. بعدين برد صراحة لانه مكيفين وصار برد اضطريت البس. حتى انت؟ اي بس شوفوا نصيحة يا جماعة اذا عندكم الكويك باس هذا وحبيت تدخل عرض الدلافين لا تقعدوا في المقاعد الاولى لانكم حتتروش حرفيا ومو بس حتتروش حتروش بموية السمك. من جد اميرة اشم ريحتك اشم. لا لا تشم فضيحة. سمك. انا يا جماعة شكله هذا المكان ما في له بس في العروض واحنا جايبين ملابس السباحة على بالي حنسبح اليوم. على بالنا انه حنسبح اليوم في زحاليق المائية هذه يمكن مو هنا والله ما اعرف انا على بالي انه هنا في مكان واحد الزحاليق اللي في الموية وكذا. يا جماعة المكان اللي جلسنا فيه كانت فيه علامة مكتوب انها منطقة ممطرة. والله مو ممطرة منطقة ترويش هذيك اقسم بالله انعدمنا. عشان كذا قررت انا ولين نروح السيارة نجيب لنا ملابس ثانية. الين بنطلونها قصير ومبلل عشان كذا راح ادور لها بنطلون مرة طويل وانا كمان بنطلوني معدوم وراح ابدل التيشيرت حقي كمان. البحر والله الناس مره متحمسه. This heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. وهذا غدانا اليوم. شوفوا كيف راصين الأكل وهنا جنبنا البطاريق. اكلهم اكلهم اميره اكلهم بسرعه. ولا عمري كذا قعدت اكل وجنب البطاريق احس شعور كذا رهيب تاكل وتتفرج عليهم وهو يسبح مره كيوت. I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie. You never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. Almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like لولي أشوف نظارتك. ما تقدر تشوف نزلي النظارة. صقعتي في أحد؟ شكرا 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 لك شكرا. خلصنا زيارتنا في سي وورلد يا جماعه. والله انبسطنا واحسن شيء سويناه اننا جينا بدري صح ولا لا؟ والله حللنا اليوم مظبوط. حتى اللعبه هذه يا جماعه القطار السريع ركبناه ولا ومين ركبته الوحده. بعدين قلت لها كيف تقول مو مره سريع بس 28 كيلو. تضحك عليكي تضحك عليكي تقول لي 28 كيلو متر مره بطيء هذه. قلت خلاص خليني اطلع بعد. طلعت والله سريع ومره طويله من هناك لين خلصت. اهم شيء انبسطتوا. يلا انبسطنا مره كثير. يلا على البيت بسرعه. يلا يلا على البيت. يلا ابو ظبي. باي ابو ظبي. والله مره يا جماعه انبسطنا هنا مره كثير. وهذه حتكون ان شاء الله مو اول زياره ولا اخر زياره. ان شاء الله حتكون زيارات كثير لانه من جد من جد هنا اماكن متعوب عليها. صح. ومره حلوه للعوائل. والله يا جماعه والله فعلا زي ما قالت لكم اميره مره المكان متعوب عليه وجديد. يعني باين انه شيء جديد وحديث. هو اصلا جديد ترى. اي انا عارف بس أنا. مو احنا نقصد مو على هذا المكان على كلهم. ايوه ابو ظبي على كل الناس اللي سلمنا عليهم.
متابعينا من ابو ظبي مره 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 نحبكم. الله يسعدكم. خلاص راجعين البيت. البيت وديني. قدامنا مشوار، شوفوا كم ساعة و24 دقيقة، شايفين؟ مو كثير والله. المهم ادعوا لنا نوصل بالسلامة يا جماعة. هذه كانت من أحلى الأيام اللي قضيناها في حياتنا في أبو ظبي تحديدا، واللي عايش في الإمارات واللي راح يجي زيارة الإمارات لازم تيجوا هذه الأماكن لأنه من جد تستحق الزيارة. من جد والله، والساكنين في الإمارات كمان لازم تزور هذه الأماكن. أحلى سنتين عايشين وما رحناها، والله ندمت بس مرة مرة انبسطنا من جد. يعني حتحسوا نفسكم كأنكم سافرتوا لدولة جديدة. مرة مرة تجربة رائعة. كيف تقيمها عبد الرحمن؟ عديها 10 من 10 والله. ميمي؟ مليون من 10. لولي؟ التقاويم. التواكيم. التواكيم كم تدي الرحلة هذه؟ انبسطتي؟ 10 من 10. يا جماعة ما خلينا مسبح ما سبحنا فيه، ما خلينا بحر ما خلينا لعبة ما لعبناها، سوينا كل الفعاليات اللي ممكن تخطر في البال. الله وصل العشاء. طب قررنا اننا نتعشى في الطريق لانه مشوارنا حياخذ ساعة. قلنا باي باي الاكل واحنا مش جوعانين صراحة بعد الاكل. نوصل البيت تعبانين فقلنا نتعشى في الطريق. الله عبد الرحمن ايش طالب؟ كالعادة شاورما. شاورما ما في شيء جديد. بالعافية عليك، بس شكلها مشهي مع صيف. والله مرة جديد. يا سلام. يا جماعة أطعم سندويش كبدة أذوقه بحياتي، يجنن مرة طعم. والحمد لله على السلامة. يلا 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 جيبوا الأغراض كلها والحقوني. يلا يلا الحقوني. ها كل اغراض عليكم الشنط. مريم عليك شنطة كبيرة، انت عليك شنطتين صغار. انا افضي الشنط من الاغراض واغسل الاشياء. وميمي تنام طبعا، انت عليك خلاص. مريم انت عليك إيلين، ضبطيها كده ونوميها ولبسيها وكل شيء. وانت عليك تفضي الشنط. وانا علي اطلع الشنط قسمة عادلة. وين بردوتشي؟ بردوتشي ماميتا. اوه نزلت عيونها. الرجال يقول ما ابغاكم وبخرج من البيت محبوس لي 4 ايام. ماميتا كم ماميتا؟ ماميتا ماميتا اكثر واحدة هذه يعني تبين مشاعرها مو زي بعض الناس. والله توم جو والله ما خرج برا. شوفوا قاعد. السلام عليكم مدير، كيف حالك؟ خدمك يدين. شوكي وحشناك. باني طلعي طلعي طلعي. تعال تعال نشوف سمنت ولا هذا لما نغيب عنه شوية نلاقيه. من جد شوفوا يا جماعة. أنا والله مش خشوا قدم. أوه ما شاء الله على عدو السمر والله. أوه شو كيوت يا جماعة. حتى متابعين صاروا يعرفوا يقولوا لي كيف حال هاني بني. الله يعطيك العافية عبد الرحمن ما قصرت والله. بس التعب الأكثر حيكون على مين؟ علي أنا. علي أنا لأنه راح أضطر أقعد أشيل الأغراض وأحطها وأغسل أشياء البيت. الأمهات هم اللي يتعبون تركي. أي والله الأمهات تتعبوا في مو أشياء البيت، في كل شيء، في كل شيء. أترككم يا جماعة باركوا الأشجارنا كلها ماتت. شايفين هذه أول شجرة انحرقت بقوة الشمس، شايفين كيف صارت سودة محروقة. حديقتنا الجميلة يا جماعة شوفوا شوفوا إيش صار فيها، ماتت كل الأشجار نشفت. طبعا البرتقال والليمون لا زالوا صامدين لحد الآن. شوفوا 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 توم شفتوه؟ لا عملت نفسك انك قاعد ما تسوي شيء صح، ترى شافوك شافوك شافوا كل شيء. ايش الحركات هذه اللي تسويها ها؟ والله يا جماعة انا استغرب كيف الأشجار اللي في الشارع اللي تتعرض لحرارة نفسها بس ما تموت ولا تنحرق ولا تنشف ولا يصير لها شيء. ليش أشجارنا تصير فيها كذا؟ ليش تنشف رغم انه عبد الرحمن يسقيها مرتين في اليوم بس برضو نشفت؟ ما ادري ايش المشكلة. عبد الرحمن ايش رايك نسافر مرة ثانية؟ صح ان السفر يا جماعة ممتع ومسلي بس ما في زي البيت. صح ما في زي البيت، ونومة السرير ونومة البيت غير غير. المهم يا جماعة احنا بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية رحلتنا من دبي لأبو ظبي. عيشناكم معانا كل الأيام اللي قضيناها في أبو ظبي. تكونوا انبسطتوا معانا واستمتعتوا وإن شاء الله تكون كذا فلوقات خفيفة لطيفة. وبس حابين نقول لكم شكرا لدعمكم وشكرا أنكم دائما تتابعونا. وبس أشوفكم على خير. بلاك تاني باي. والله واضح أنك تعبانة لولي. يلا روحي خذي شاور ونامي.